مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق، للنيابة العامة دارت مجهود كبير وخطوات إيجابية من أجل حماية الطفل والمرأة المعنفة. مشاهدينا الكرام، أول ظهور الأستاذة نائبة سيد الوكيل العام، أستاذة بديعة، أستاذة بمواصفات خاصة صراحة. كما قلت في السابق، النيابة العامة أو ما يسمى وما يشاع اللغة اللي كانت تكلموا بها الغراق، النيابة العامة لها وضعهم آخر. مثل هذه الملفات، الشغل الشاغل عند الأستاذة، هي رئيسة اللجنة الجهوية للنساء المعنفات وتتهتم بالطفولة. التوقيت ديالها في العمل كيسالي، ولكن تواكب ليل نهار في بعض ملفات أنه هاد الناس يكونوا في الأمان. الموضوع اللي تناولناه اللي تناول رأي العام أكثر في الموضوع في الفيديو السابق، حول الآفاق والمنهجية المحكمة اللي كيدير السيد الوكيل العام، أنه جاب مجموعة من متدخلين في الموضوع، الشأن المحلي، قضاة، جمعيات حقوقية. ما هي الطرق التي سوف تتيح لنا الفرصة في أقرب وقت أن يكون عندنا مراكز إيواء في مدينة مليونية؟ لأنه أستاذة واللجنة اللي معها كيحاولوا بشتى الطرق أنهم بعد ما يشوفوا الإطار القانوني ديال الملف، أن تلك الأم المعنفة ولذاك الطفل يكون في الأمان، هو موضوع النقاش. أستاذة، قبل أن تكون نائبة وكيل عام، حنينة وفيك الخير وكتبحتي ليلة نهار، سيد الوكيل العام شتي الخطوات اللي دار؟ أعتقد المتدخلين في الموضوع من أجل وصول الهدف، عندنا نقص في الإيواء في الدار البيضاء. فين كيمشيو هاد الأطفال؟ فين كيمشيو هاد النساء المعنفات؟ كيفاش كتشوفي أستاذة هاد الأمور وكذلك الثقل اللي عليك كبير؟ شكرا سي يوسف، كما سبقتي وبديتي به، وأن النيابة العامة ما بقاتش هذيك الصورة السوداوية اللي كانت على النيابة العامة الغراق. حنا دابا أمام النيابة العامة الإنسان، النيابة العامة الاجتماعية، يعني هاد الخلايا ديال التكفل بالنساء والأطفال توكل لهم الجانب الاجتماعي، الجانب التكفلي بالضحايا ديال يا إما التجار بالبشر، يا إما العنف، يا إما الاغتصابات، يا إما أي حاجة كتمس كرامة الإنسان، أي حاجة كتمس جسم الإنسان، فالنيابة العامة كتنتفض باش كتدافع عليه. فعلا كيجونا حالات ديال اللي خصهم ضروري الإيواء، بما فيهم الأمهات العازبات، بما فيهم الفتيات الضحايا زين المحارم، بما فيهم النساء اللي تيكونوا معنفات من طرف الأزواج وما كتكونش عندها، كما شوف السيد الوكيل العام في العرض ديالو ديال الصباح، وأن هذيك السيدة ما كيكونش عندها عائلة هنا في نفس المدينة. يعني خاصنا هنا الضرورة ديال مراكز الإيواء. فعلا الدار البيضاء بالشساعة ديالها، بالتكوين ديال السكينة ديالها، لأن كنعرفوا السكينة ديال الدار البيضاء هي خليط ديال عدة مجتمعات، بالشكل باش التكوين ديال الدار البيضاء، وكاين هناك شح في مراكز الإيواء. احنا من نهار اللي تخلقوا هاد الخلايا وحنا ننادي، عندنا وعود من سيختم المجالس المحلية. كنا واحد نهار كان معنا اجتماع مع السيدة الوزيرة ديال التضامن والمرأة، أنهم غادي يتفتحوا مراكز ديال الإيواء. احنا كنتظروا، ولكن هادشي ماشي، ما وقفناش. كاينين المجتمع المدني كيعاوننا كيساعدنا على ان باش نتكفلوا ولا باش نحطوا هاد المعنفين، سواء رجال سواء نساء سواء اطفال، لانه كاين هناك جمعيات اللي كيمدوا لنا يد العون. من هنا كنوجهوا لهم واحد الشكر كبير، شكر كبير، لان فعلا ملي كناديوهم كيكونوا معنا. كما قلتي هما قلال، جمعيات قلال في الدار البيضاء، في 6 مليون دار بيضاء. استاذ هنا باش نناقش معك بشقين. استاذ انت كتبعي الملف، كتشوفي الابعاد ديالو، الاطار القانوني ديالو، اتهام، كيفاش كتشوفي المتابعه، كتشوفي امور اخرى، ولكن انت قبل ان تكوني قاضيه فانت انسانه. كتفكري كتقول هذا المرض خلينا بالوضع ما فين غتبات، هذا الوليد هذا فين غادي يصد، الدارجه المغربيه. استاذ انت كتاخذي هذه الامور، وعلى ذكر هذه الامور يعني نذكرك بملف اخر سمعناه اليوم، انه شاب كان غادي يضيع من المدرسه وعيطتي للاكاديميه وبقيتي متبع معاه ترجع للقسم. يعني انت ام استاذه، يعني هذه الاولويات وهذه الوعود، يعني ما بغيناش لغه الخشب، غنديروا ان شاء الله والبرنامج وهذا يلحق الاخر. النيابه العامه كمشرف الان، يعني الهيبه النيابه العامه انه تطالب
بطريقه يعني تكون نوع من التسرع، نسرعوا في الامور، اننا كيفاش نؤيد الناس، هاد الناس يتخباو في ديك الظرفيه ريتما دبر امور هاد العائله. اي فعلا هذا كما قلنا موضوع شائك سورسو هادو ديال الايواء، ولكن كيف ما حضرتوا معنا راه كان معنا المنسق ديال التعاون الوطني اللي علل لنا على مراكز ديال الايواء المستعجل، الايواء الاستعجالي يعني اللي او المراه بصفه استعجاليه من 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 نهار اللي وقع هاد وقعت الافه الى 15 يوم تمدد وقيل على ما حسب ما قال لنا السيد المندوب ان مره واحده الى حين مثلا ان النيابه العامه تلقى بنتنزل. كما نعاود ناكد لك هو ان كاين هناك جمعيات ديال المجتمع المدني حاليا حاضرين بقوه، يعني نسبيا ما كنلقاوش هذاك، ما كنلقاو هذاك البيبان مفتوحه. وخصك تعرف السي يوسف هو ان احنا النيابه العامه راه ما عندناش ذاك التوقيت الاداري العادي اللي تعرفوا كاع الناس، راه حنا عندنا توقيت 24 ساعه على 24 ساعه 7 ايام على 7 ايام، ما عندنا لا السبت لا حد لا ليله ولا يعني كي كيعيطوا لينا تليفوناتنا كيباتوا محلولين، كيعيطوا لنا الشرطه كيعاودوا سامي سوسيال بان لقاو واحد الحاله، فاحنا خصنا ندخلوا بقوه عند الشرطه، كندخلوا عند الجمعيات اللي فعلا كيتحركوا معنا. انا باقا كنعقل داك النهار عيطت لمدام بقالي على واحد السيده، كان شي واحد عندنا في الحي ديالها، وكتقول لي انا ما قدرتش نرجع للدار. وفعلا الاستاذه حاضره معايا جات في واحد الحاله يرتلى، واحد الفزع اللي هي فيه، قالت لي الا رجعت غادي يقتلني. عيطت لمدام بقالي قالت لي انا في طليان، انا في الدوله ديال ايطاليا، ولكن شوفي دابا عيطت للمركز. ايفيكتيفمون لحقت شي 8 العشيه ولا شنو، كنا السيده حطيناها في المركز، يعني تامنا عليها، بقات تما حتى شفنا لها في المسطره ديالها، حتى استدعينا المشتكى به تلقينا لها طريق. بالنسبه لهاد القضيه اللي كما قلتوا ديال ان رجعنا الوليدات للمدرسه، كما قلتي انا ام، حتى انا عندي وليداتي، وكي داكشي كنبغي لوليداتي كنبغي راه ولاد المغرب، هذوك راه ولادنا، هذوك هما اللي غيهزوا المشعل الغدا، هذوك هما اللي جا الغد، هذوك هما الاطباء تغدا، هذوك هما القضاة تغدا، هذوك هما المحامون تغدا، هذوك هما المهندسين تغدا، هذوك هما الغد. يعني خصنا نعتنيو بالغد، راه كيبدا اليوم، غدا راه كيبدا اليوم، يعني خصنا نعتنيو بهم. ايفيكتيفمون جاتنا هاد الحاله، ماشي هادي حاله، حالات، ولكن هاد الحاله عي انا اللي ذكرت اليوم على سبيل المثال، ان حاله ديال طفل تضرب من المدرسه لان كان عنده شنآن مع شي معلمه ديالته، وداز في المجلس التاديبي وكيقولوا بان المعلمه حلفت عليه قالت لي ما يرجعش المدرسه. مني وصلتني الاخبار عيطت للمدير ديال الجهوي ديال البرنوصي، فعلا بدلنا ليه المدرسه، الدري راه كيقرا. انا قلت لك على حسب ما بلغ ليا بانه راه خدا هذا العام الباك بسيونس مات، ونتمنى ان شاء الله غدا نشوفوا طبيب، لان هاد ما يمكنش نهضروا هاد الطاقات، راه هاد الشيء باش خاصنا باش نحتويو هاد الدراري، ما خصناش نهضروا هاد الطاقات اللي عندنا، راهم طاقات وكما قلت لك راهم رجال ونساء الغد. استاذه كذلك كسؤال اخير في الموضوع، يعني هو الحوار معك رائع والله العظيم، لانه عندك الانساني اكثر بقوه واهم الاشياء عندك. هذه المساله استاذه ديال التجاره في البشر، هذا الشاب ماشي شاب، هذا اطفال 14 عام 13 عام كيتزوجها كيعاود يصيفطها بحالها لدارهم، تجاره في البشر استاذ. وفعلا حنا كما قلت لك النيابه العامه راه كتضرب اليد من حديد في هذه القضيه، هذاك زواج القاصرات فحنا كنواكبوا، بالعكس حلينا حنا واحد الباب مع المديريه ديال مع الاكاديميه ديال التعليم على انهم يواكبوا معنا انقطاع الفتيات على المدرسه ويعلمونا، لدرجه اننا كنراسلوا السلطات المحليه بما فيها المقدم فيها القيد على انه يديروا لنا بحث، الا فعلا هذيك البنيه اللي انقطعت على الدراسه علاش؟ الا لقينا فعلا كاين هناك شي محاوله زواج ولا كاين زواج كندخلوا هنا بقوه، فعلا كنضربوا على يد الجاني، ولكن كنجيبوا هذيك البنيه كنتكفلوا بها ابخي، يا اما كنردوا المقاعد الدراسه، يا اما كنشوفوا مع التكوين المهني، يعني كنعطيو واحد الحرفه اللي كتامنها مستقبل باش ما تطيحش في هاد المطبات. عندنا حاجه، عندنا واحد الحاجه اخرى، السيد الوكيل العام مشكور، هو ان ملي كيكون عندنا هناك اغتصاب ديال شي قاصر، كتكون اغتصاب كتكون مسطره، من بعد كيجي هذاك هذا كيلقاهم تزوجوا، تيقول لك انا صافي غادي نتزوج، باش سيرتو ملي كتوصل للسن ديال الزواج، اما قبل راه كتعرفوا ما كاينش هناك زواج ديال اقل من 18 عام، كيتزوجوا في هذيك المده وكيتقدموا عندنا. فالسيد الوكيل العام كيعطي تعليمات للشرطه عبر النواب ديالو على ان كنبقاو نواكبوا مع دوك الناس، كل مره في 3 شهور كيتنقلوا الشرطه وكيشوفوا حال ديك السيده، لان حنا كنعرفوا التلاعب على القانون،
تكون هاد السيد غير تزوج بهاد السيده ودار معها العقد غير مده ويطلقها، دونك حمايه ليها على الاقل كان واكبوا معاهم هذيك السنه، وحنا كنا كيعرفوا بان هذيك البنيه المغتصبه راه في ظهرها السيد الوكيل العام. استاذ الله يوفقك يا ربي، والله العظيم وحنا على تتبع للخليه ديالكم ان شاء الله مشاهدينا الكرام، هاد النيابه العامه فيها شي بروض هنا، شي حاجه اللي ما تصدقش كما تبعتوا معنا في الصوره. اولا يعني النيابه العامه تحاول بشتى الطرق، رغم ان النيابه العامه في الدار البيضاء ليس بالامر الهين عند هذه الامور، لان ملفات كثار، وهذه الخليه فيها الاستاذ تحت الاشراف ديالها ومجموعه من الساده قضاه وقاضيات اللي مهتمين الأطفال بالنساء المعنفات. مشاهدينا الكرام، النيابة العامة بالدار البيضاء واخد الملف بجدية، السيد الوكيل العام الذكاء والدهاء ديالو جاب جميع المتدخلين، الشأن المحلي، الدارجة المغربية، العمدة، أصحاب الفلوس اللي هما بطبيعة الحال من أموال الشعب. ما هي الطرق الممنهجة والمحكمة من أجل يكون عندنا مراكز إيواء بالدار البيضاء باش النيابة العامة تطمئن قبل أن تقول الأستاذة قاضية فهي إنسانة، أنا غادي نسالي ولكن هاد المرأة فين غتبات؟ هاد الولد فين غيمشي؟ هاد الإشكاليات اللي كيعيشوا فيها، وهذه هي روح المواطنة. مشاهدينا الكرام، الخطة والمنهجية السيد الوكيل العام على تتبع، استمع اليوم جميع المتدخلين، وكذلك تكلم على مجموعة من الإنجازات اللي صحاب الشأن المحلي تكلموا عليها داروها وأموال طائلة، وقال إلا كانت منتجة اللهم بارك، إلا ما كانتش منتجة غادي يكون التحقيق في الموضوع فينا هي الفلوس ديال هادشي. مشاهدينا الكرام، النيابة العامة واخد الملف محمل الجد من أجل ضمن السلامة ديال النساء المعنفات وكذلك الأطفال. هاد المرة بعد شنآن في الموضوع فين غيكون المآل ديالها؟ شكون اللي غيحتضنها؟ الدار البيضاء مدينة مليونية والنيابة العامة تتحدى الصعاب في هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع دائما الخطوات ديال اللجنة اللي كترأسها أستاذة جاوي نائبة السيد الوكيل العام اللي موافقة الرأي العام دائما بحيثيات مستجدة في التطور اللي كنطمحوا ليه أنه التدفئة للنساء المعنفات والأطفال. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.